السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد الروكي. النهاردة إن شاء الله هناخد نظرة عامة على شهادة السي بند. في خلال الفيديوين الجايين إن شاء الله هنتكلم عن الإجزام بتاعها، وهنتكلم برضو عن الشهادة سواء هتطلب الهارد كوبي أو هتستلم الشهادة الديجيتال. الكورس ده المفروض إن هو كورس شامل لحد ما، بيتكلم في موديولز كتير ومواضيع كتير. الباكج بتاعتهم في عندهم 3 خيارات او 3 اوبشنز. الاوبشن الاولاني ب 1000 دولار تقريبا، والتاني ب 3000، والاوبشن الاعلى اللي هو اللايف ب 3500. انا خدت اللي هو الاون ديماند ده، وطبعا كان عكس توقعاتي تماما. هقول لكم دلوقتي ليه كان عكس توقعاتي. من ناحية الكونتنت، الكونتنت ما كانش أحسن حاجة. طبعا أنا قبلها كنت خدت شهادتين تانيين، فالباكجات اللي كانت مع الشهادات ما كانتش الحاجة اللي هي، يعني ما كانش كنت متوقع أكتر من كده يعني. لكن مع السيبند، الباكج اللي جيت لي كان فيها أكسس على اللابات لمدة طويلة جدا، تقريبا كانت 6 شهور تقريبا، مش فاكر، مش متذكر بالظبط، بس كان في اكسس على اللابات لفترة طويلة. وكان في حاجة اسمها براكتس رينج، اللي هو زي امتحان اقل شوية من الامتحان النهائي. براكتس رينج تقدر ان انت تخش براكتس فيه قبل ما تدخل على الاكزام. كان في برضو اي بوك، نسخة من كتاب يعتبر لحد ما معقول، لحد لسه بيبدأ، تاخد عليه اكسس برضو لمدة سنة تقريبا على ابلكيشن بوك شيلف، هو مرفوع عليه وانت تقدر تاكسسه من خلال الابلكيشن من خلال الموقع ده لمدة سنة. نيجي للكونتنت نفسه. الاول عندنا مقدمة عن البنتريشن تيستينج. ده طبعا عشان الناس اللي جت على الكورس ده على طول ما عدتش مثلا على الايه، على السي اتش. وده طبعا من منظور الشركة اللي هي سي كونسل، لأن الكورس اللي عندهم قبل الكورس ده على طول هو السي اتش. بعد كده بيتكلم عن السكوبينج والانجيجمنت. في الكورس ده بيتكلم عن الحاجات الليجال، وبيتكلم هنا عن الإجراءات الورقية والكلام ده كله. بعد كده عندنا في الأوسنت بيتكلم عن تجميع المعلومات زي ما انتوا عارفين. بس هنا المشكلة ان هو مش بتناول الموضوع بشكل موسع. هو هنا ماسك الموضوع بشكل مبسط خالص، وبيعتمد على كذا فريم ورك كده وكذا ويب سايت، وخلاص بيجمع معلومتين على السريع كده وخلاص. مش ما تقدرش تقول عليها موديول، يعني ما تقدرش ان هو تقول ان هو بيتكلم عن الاوسنت، بيوصل لك فكرة الاوسنت، هو بس مجرد ان هو بيقدمه لك مش اكتر. نفس الموضوع بالنسبة للسوشيال انجينيرينج نيوتريشن تيستينج اللي هو الموديول الرابع. هنا تقريبا كان بيشرح سي تول كات وكذا تول تانية كده في الفيشنج. في النتورك بنتريشن تيستينج نفس الموضوع، بس اتكلم شوية عن البايفوتنج والدبل بايفوتنج، توسع اكتر عن الموديولز اللي فاتت دي، واتكلم برضو عن الاكتيف دايركتوري اكسبلويتيشن، اللي هو يعتبر الموديولز بتاعت النتورك كانت على توسع أكبر شوية. نرجع تاني للفكرة المبسطة، هو بيديك فكرة مبسطة عن الموضوع بس. وهنا كان في الموديول التامل في الويب ابلكيشن بنتريشن تيستنج، يا دوب كان بيديك بس فكرة بسيطة عن الاسب توب 10. في الوايرلس بنتريشن تيستنج الكلام بتاعه النظري كان بيتكلم عن الواي فاي والبلوتوث وال RFID وال NFC، لكن في التطبيق بتاعه في البراكتسنج ما كانش بيبراكتس تقريبا غير على الشبكات الواي فاي بس. اما في الموديول العاشر الIoT Penetration Testing، ده كان السبب اصلا ان انا ادخل كورس، ان هو في شهادة يعني فيها موديول عن الIoT. طبعا بعد ما دخلت الشهادة وخدت اكسس على الماتيريال بتاعت الكورس، اول حاجة رحت اشوفها الIoT Penetration Testing، وهنا اتصدمت. الكونتنت يعني بيتكلم عن قشور خالص، هو بيشرح ذات بين ووك، بيشرح فيرما داين، بيشرح فيرما ووك،
بيشرح ازاي تعمل ايميوليت للفريم وير وبس. ده كل الموديول ده كل اللي بيتكلموا عن الاي او تي بنتريشن تيستنج. في الاو تي والسكادا بنتريشن تيستنج برضو حاجة من الحاجات اللي خليت اختار الكورس ده. هنا ما اتكلمش غير على المود باث بروتوكول بس تقريبا. في الموديول ال 12 برضو نفس الموضوع، الكلاود بنتريشن تيستنج كان اتكلم عن الاي دبليو اس بس، ما اتكلمش عن حاجة اكتر من كده. الموديول ال 13 كان وضعه احسن من كده، يعني في الباينري اناليسيس والاكسبلويتيشن كان الوضع احسن بكتير، اتكلم بتفصيل اكتر، شرح اكتر من حاجة، شرح ال x86 وال x64 exploitation وال exploit writing، وشرح ال rope gadgets، شرح اكتر من حاجة، يعني شرح حاجات كتير في الموديول ده. والموديول ال14 هنا بيتكلم عن report writing وكده. طبعا اي حاجه ورقيه او الحاجات الروتينيه بالنسبه لاي سي كونسل هي رائعه فيها بصراحه. مع ذلك في الاجزام هما بيدوا الافضليه للفلاجات، يعني تقريبا مش بيراجعوا ريبورتات. ده كانت نظرة عامة على الكونتنت بتاعهم. برضو في حاجة تانية حابب أقولها، لما بتشترك في الكورس زي ما قلنا الباكج اللي أنا دخلت فيها كانت أون ديماند، بناخد أول حاجة أكسس على الفيديوهات، تاني حاجة أكسس على البي دي إفات أو السلايدز بتاعت كل لاب، بعد كده بناخد اكسس على الفيديوهات بتاعت حل اللابات نفسها. تمام، احنا عندنا نوعين من الفيديوهات، الفيديوهات بتاعت الشرح اللي هي فيها الكورس نفسه، وعندنا فيديوهات تانية بتاعت الايه اللابات. بيبقى معاك اكسس على اللاب، واكسس على الفيديو بتاع حل اللاب، واكسس على البي دي اف بتاع اللاب. حاجة تانية بيبقى ليك اكسس عليها برضو الاي بوك بتاعهم زي ما قلت لحضراتكم، وبيكون معاك الكوبون بتاع الاسبن ده اللي بتقدر عن طريقه تفتح البراكتس رينج اللي انت تبراكتس الحاجات اللي انت اتعلمتها في اللابات وفي الكورس ومن الفيديو ومن البي دي افات او السلايدز بتاعت اللابات، وده كله قبل ما تفتح الامتحان. الامتحان بيكون 24 ساعة. هكلمكم ان شاء الله عن التحضيرات للامتحان بشكل مفصل اكتر، وهكلمكم برضو عن الاوردرات بتاعت الهارد كوبي من نسختك من الشهادة، وهقول لكم برضو على كذا تريك في الامتحان. الان في تريكات معينة كده لازم تحطها في الحسبان عندك في الامتحان، لان الموضوع مش عادي مع اي سي كونسل. بشكركم على حسن المشاهدة، ولو في أي استفسارات كنت تحت أمركم إن شاء الله متابع الكومنتات. بشكركم وإلى اللقاء.